اليوم المظاهرة الأسبوعية، للأسف الأسبوع اللي فات كان هناك عنف من المستوطنين على المرأة من شرطة الاحتلال، واليوم كان برضه في عنف من المستوطنين، حتى انقسموا قسمين المستوطنين نفسهم دقوا في بعضهم، ولكن على مرأى الشرطة، ولكن الشرطة شفتهم اعتدوا على الفلسطيني، اعتدوا على سيارة، كسروا له مرايته على الشوفير، بعدها تم برضه اعتداء على كمان شخص من حي الشجراح على مرأة من الشرطة، والدفع والخبط كليته على الفلسطينيين والمخالفات للفلسطيني. زي ما شفت هنا حدث برضه فلسطيني اعتدوا عليه برضه، بدهم يسووا له مخالفة عشان بس رفع علامة النصر كل ما الظاهر فبلكوا له حجة. فاليوم احنا في هذه المظاهرة لأنه أكثر من 14 سنة بنطلع عشان الشيخ جراح، لأن قضيته ما خلصتش، قاعدين نتظاهر من أجل إصدار رسالتنا للشعوب الحرة من أجل مساندة حي الشيخ جراح، لأنه وضع صعب في خاصة هذه الأيام. عمال المستوطنين هناك في انتخابات، عمال بيصعدوا كل الأحداث، عمال بيصعدوا في الشيخ جراح، بيجوا أعداد كبيرة من أجل إنه يثيروا خلافاتهم السياسية من أجل أخذ أصوات على حساب حي الشيخ جراح ودم الفلسطيني.